صباح الخير، صباح النور حبايبي، صباح الخير المشاهدين. شوفوا تبارك الله العربية في الصباح زوين، واحد الجو غزال والله العظيم. نفسي واحد الجو ما نقول لكمش كيداير، والربيع موجود والخبيزة يا البنات، الخبيزة غادي نتفهم نطيبها. اي غادي نصور معاكم البلاصة يدير فيها با الزيتون ودير داكشي زوين صراحة والله. هنايا شوف الشجرة، ما عرفتش واش تفاحة ولا ما عرفتش شنو هي هادي، تنسول خويا. شوفوا الخرشف حتى هو غادي غادي نطيبو. خرشف عرفتي كيدير زوين فتي. ايوا صافي، حيت ما دايرش بو الغرس بزاف، حيت ما كاينش اللي قابل ليه هنايا، غير الدار غير مسدودة. كيجي غير خويا مرة كيسقي هاد الزيتون. صافي هاد البيت ديال البير، هاد البيت فين حافرين البير، ديري لي هاد البيت سادين عليه. صافي كاينه الشجيرات ما عرفتهمش اسم ديالهاش، تنسول الاخ ديالي ما عرفتهمش ديالهاش. والشيبه موجوده هنايا، الشيبه موجوده كتنوض بزاف. شوفوا تبارك الله الشيبه، شوفوا 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 الشيبه زوينه نايضه بزاف هنايا. شوفوا الشيبه هانت، شوفوا الدنيا كي دايره تبارك الله. شوفوا الربيع، يلا المشاهدين دابا غادي ندوزو نفطرو ان شاء الله، نوجدو الفطور نفطرو. يلا المهم النهار غندوزو معاكم ان شاء الله، يلا بقاو معانا. صافي دابا غادي نفطرو، هذا هو الفطور ديالنا عادي المتواضع. كنا غنديرو البطبوط الساعه مفقناش بكري حتى الغدا ان شاء الله. دابا غادي نفطرو نكمل معاكم، يلا هذا هو فطورنا، نفطرو الوليدات يلا بقاو معانا. شوفوا كنتوف داك السلك لي زيبينار غنديرو مع الخبيزه ان شاء الله، ضروري خصنا نديروها للغدا. جبت معايا الزيتون والحامض موجوده هنايا، هانتوما الخبيزه كاينه هنايا وسط الزرع وهاد الربيع، شتو ها هي كنتوف الخبيزه. كاينه عرفتي الخبيزه موجوده وفتيه بزاف، هانتوما عم زويناتها، ها زوينه الخبيزه هنايا. هاهي الخبيزه اللي نتفنا غنديرو معاه باللعمان، غنديرو معاه بزاف ديال الاعشاب، بزاف السلك، غنديرو معاها سميتها ذاك البابونج بليتو. هاهي مرت عمي نتفاتها معايا، ها هو بليتو، هاهي بليتو سميتو بليتو. المهم انا غنشاركو معاكم اللي بغيت نطيبها، غنشاركو معاكم يلا باللعمان. الدنيا زوينه زوينه يلا، كاين الربيع كاين البصله كاين البليتو كاين بابونج كاين الخبيزه، عندنا في البلاد العلوى زينه وكلشي زين الحمد لله. شوف مسكينه جمعت لينا كاع دوك الربيع دوك الاعشاب وداك الشيء غنديروه مع الخبيزه ونطيبوه زوينين، فيهم البابونج فيهم كلشي، فيهم باللعمان فيهم حتى لي زيبينار كاين هنايا موجود والله العظيم. صافي دابا كيف ما شفتوا دابا نقيت هذيك الخبيزه وهاد هاد الاعشاب اللي معاها، هذه كيف ما كتعرفوا دايره الخبيزه راه عارفينها، هذا السلك لي زيبينار عرفتي كيدير صغير وفتي الصراحه، داكشي الله نتفناه وغنطيبوه. قلت لهم ما غنديروا لا مرقه لا والو، غادي نديروا غير هذا الشيء الخبيزه محشينه نيت. هذا البابونج حتى هويا كيجي زوين حتى هو نقيناه، هذا سميتو هذا سميتو هذا كيف ما قلنا، هذا البابونج هذا بليتو سميتو بليتو، واحد العشبه سميتها بليتو حتى هو كيجي زوين. هذا باللعمان عرفتو باللعمان اللي عنده ديك النواره حمراء، حيدنا ديال النواره، هذه الربيعه ديالو كيف ما شفتو. هنا غنديرو شويه الكرافس شويه الربيع، غير شويه الكرافس حتى هما نتفناهم جداد كاينين هنايا. المهم هادشي كلشي جديد صافي. المهم دابا مشاركه معكم انايا الخبيزه في الطياب ديالها، راه عندي في القناه محطوطه. صافي غنقرد هادشي وغادي نطيبوه ان شاء الله، يلا بقاو معنا. سمحي الجينا شويه دابا نهبطك امي للربيع لتحت نصورك تمايا، نهبط للربيع غادي للحمام.
يلا المهم المشاهدين هاي الخبيزه ما نقول لكمش كيفاش جات، والله العظيم جات غزاله والله، مع زيت العود ومع داك فيها الهريسه جات حاره وبنينه. المهم ونفس الوقت ما كنتش غندير شي مريقه، ولكن مع الدراري وداك الشيء وفي العروبيه الهواء كتوكل، درت مريقه بالخرشف، داك الخرشف اللي صورت لكم اللي عندنا هنايا في الجرده غارسو الوالد ديالي، عرفتي الخرشف فتي وزوين، درت معاه بطاطا والزيتون. ايوا صافي هذه هي الغدا ديالنا، يلا المهم نتغداو وانا معاكم ان شاء الله. يلا يلا حتى البن صورته معاكم، هو جابوا لنا دار عمي جديد البن، عرفتي ما نقول لكمش كيدير والله العظيم. يلا سمحوا لي الا شهيتكم، سمحوا لي. يلا يلا المهم دابا غادي نحضر عندك، دابا من بعد ما تغدينا كلينا الخبيزه كلينا المريقه بالخرشف، دابا غادي ندير معكم واحد الكيكه باش نديرو كاسكروت. يلا غندير كيكه عاديه، ودابا حنا في العروبيه ما عنديش لي مول ديال الكيكات، غنديرها غير في المقله ديال المسمن. يلا غادي ندير فيها خمسة البيضات، بقاو معايا غير كندير فاني وصافي هنايا. صافي غادي ندير الفانيا هنا، غندير السنيده، عندي كاس ديال السنيده عامر كاس تقريبا. صافي ما عندي لا طراب لا حتى شي حاجه، غندير غير فورشيت باش نخلط. يلا صافي غادي نخلط هذا البيض مزيان. يلا صافي دابا من بعد ما خلطت البيض والسنيده غادي ندير الزيت، غادي ندير انا غندير ريبي هو اللي متواجد عندي هنايا، هو اللي شاط ليا من دانون وداكشي اللي جبت للدراري. صافي ندير ريبي، حتى ريبي كيجي زوين، فايت لي دايره كيجي زوين في الكيكه. صافي دابا غادي نخلط كلشي، صافي دابا غادي ندير الفورس، الفورس غادي نديرو حسب الخليط حيت عندي هنا المقلة كبيرة، غادي نشوف الخليط شحال غيهزل ليا. من بعد غادي ندير ثلاثة الخمارات، صافي هاد الكاكاو غادي نديرو للتزيين. يلا بقاو معايا حتى نكمل. يلا كيف ما شفتو أنا دهنت المقلة بالزيت ودرت ليها الدقيق، هاهي الكيكة، درت الفورس حسب الخليط. صافي دابا غادي نخلي واحد شوية ندير فيه شوية الكاكاو باش نزوقها، صافي كيف ما شفتو دابا غادي نزوقها على هذا الشكل. درت الكاكاو مع شويه العجينه اللي خليت، صافي دابا ملي درت الخطوط هكا صافي كنمشي بحال هكايا على هاد الشكل، الديكور وصافي بحال هكا، وكنعاد نرجع هكا صافي، كنمشي على هاد الشكل حتى نكمل. صافي وكنديرها في الفران، كتجي غزاله كيكه عاديه. دابا صافي هي هادي الكيكه ديالي، غادي نخشيها في الفران من بعد غادي نوريها لكم. يلا بقاو معايا. هذا هو دابا كيف ما شفتو من بعد ما جبتها من الفران شتي كيفاش جات، كتجي غزاله وزوينه وعاديه، ما فيهاش المقادير بزاف، ما فيهاش زعما ساهله. دابا غادي نسقيها، درت كاس الماء كاس السنيده ونص حامضه ودرتهم كيطيبوا. من بعد من ما بردات ليا هي حيت ما درتش هذاك السيرو، ما درتوش قبل منها، يلاه كيطيب من بعد من ما بردات ليا هي باش نخوي عليها السيرو سخون، حيت ما يمكنش نديرهم بجوج سخان. يلا المهم هذا الشيء غادي نحطوه في كاسكروت، هذا هو الكاسكروت ديالنا. يلا المهم دابا المشاهدين ملي غادي تحيد هاد العافيه غادي نرميو الخبز، ها هو الخبز درناه في اللاطات ديالو،
يلا المهم من بغى يطيب غادي نوريه لكم. يلا بقاو معايا. وكنحكي لها الفران. قولي شكون اللي عجن؟ هي اللي عجنت. قولي لي شعلات الفران وانا. لا ويلي انا عيمة انا اللي عجنت. ايه. انا اللي عجنت اختي. فتحة الخير هي اللي عجنت. عجبة فتحة الخير. وشعلة رزق عيشة. ومحركة راه. هو ذاك العافية حيدات. دابا كرميو الخبز. صافي دابا ملي غنرميوه. شوفوا الفران. شوفوا مرت عمي فركس الفران ديال لي جليج. شفتو صافي دابا سدات الفران كيسدو على هذا الشكل صافي. يلا دابا من بعد ما يطيب الخبز غادي نوريه ليكم. يلا سير خونا. يلا سير والعليا حافظة الديسي. حنا درنا قهيوة في هاد الكسكروط وسمحوا لينا حنا عائلة شوية مفروح. صحتكم الله يعطيك الصحة مرت عمي. الله يعطيك الصحة ربي يخليك. عروبيتكم هادي والخير النوار الكرون تاع المحراج ربي يخليك. مرحبا بكم ربي يخليك. وبعد القهوة كلها خويتها في الصينية ماشي مشكل. ونفنا الترموسات حنا اختي راه عندنا البراق. ها هو الخبيز ديال الفران اللي طيبنا قبيله اللي وريتكم هو هذا. الخبيز زوين تبارك الله شي كيجا. يلا المهم هذا هو الكسكروت ديالنا مع العائله. المهم هاد الغله غندي معايا بركة من الترموسات. يلا استاهلي يا فاتحه بالصحه والراحه. ربي يخليك نعيمه اختي وطول عمرك. نهار كبير هذا تجمعنا فيه والله العظيم. انت نهار كبير.